أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، وصلنا في المرة الماضية عند أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل اليوم إن شاء الله. فنقول: قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وكان صلى الله عليه وسلم سهل الخدين. ومعنى سهل الخدين يعني سائل الخدين، غير مرتفع الوجنتين، ضليع الفم، أشنب. أشنب يعني شديد بياض الأسنان، مفلج الأسنان يعني مش متلاصق، أسنانه مترصة ومفلجة بينها فراغات بسيطة، دقيق المسربة اللي هو الشعر المتصل من النحر إلى السرة، كأن عنقه جيد دمية، يعني كأنها مثل قطعة الفضة في صفائها وفي جمالها، في صفاء الفضة معتدل الخلق. معتدل الخلق يعني ما هوش مثلا تخين قوي، يعني خلقه متناسق، ما فيش حاجة مثلا أضخم من التانية، مثلا ما فيش شيء يعني خارج عن المألوف. بادن يعني جسمه مش ما فيهوش مثلا حاجة سايبة، لا، جسمه متماسك، متماسك متناسق سواء البطن والصدر، يعني مش مرتفع البطن أو عنده كرش. عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، يعني واسع صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مكبرا ومصغرا في رواية بعيد ما بين المنكبين. أراد بالأول إذا كان بعيد ما بين المنكبين السعة، إذ هي علامة النجابة. وقيل بعد ما بينهما كناية عن سعة الصدر وشرحه الدال على الجود والوقار. وقال العسقلاني: المنكب جمع عظم العضد والكتف، ومعناه عريض أعلى الظهر، وهو مستلزم لعرض الصدر. وهو على المعنى الثاني اللي هو بعيد ما بين المنكبين بالتصغير، أن طول ما بين منكبيه الشريفين لم يكن متناهيا إلى العرض الوافي المنافي للاعتدال. يعني الكلام بيكمل بعضه، بمعنى أنه وإن كان واسع الصدر إلا أنه لا يتنافى مع اعتدال البدن. ضخم الكراديس اللي هي رؤوس العظام والأكتاف، أنور المتجرد يعني مشرق الأعضاء، يعني العضو اللي هو تجرد فيه الشعر الذي لم يكسوه الشعر مشرق منير، فهو على غاية الحسن ونصاعة اللون. نعم، أي مشرق العضو العاري عن الثوب أيضا، فالمراد أنه أنور الجسد مضيئه أو مضيئه صلى الله عليه وسلم. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، يعني ثدييه صلى الله عليه وسلم وبطنه ليس عليهما شعر. أشعر الذراعين والمنكبين، يعني كثير شعر الذراعين والمنكبين. وأعالي الصدر، طويل الزندين اللي هو العظم ما بين المرفق إلى الكتف. رحب الراحة يعني واسع الراحة. سبط القصبي اللي هو ما بين الركبة إلى القدم. شفن الكفين يعني أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأنامل غلظة، وده يفيد في الإيه، في قوة المسك. شفن الكفين أي غليظ الأصابع والراحة، يعني ضخم الأصابع والراحة. شفن الكفين والقدمين سائل الأطراف، يعني طويل الأطراف ممتد الأصابع. قمصان الأخمصين
الأخبص من القدم ما اللي هو الجزء المجوف في باطن القدم، ما بين صدرها وعقبها، هو الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء. لما الواحد يطع الأرض بالقدم هذا الموضع يكون فيه تجافي عن الأرض. وقوله خمصان يعني أن ذلك الموضع من قدميه فيه تجاف عن الأرض وارتفاع، وهو مأخوذ من خمصة البطن وهي من الضمرة. الإنسان يقول لك ضامر، وعلى كل ضامر كما وصف الله سبحانه وتعالى، اللي هي الخيل التي ضمرت بطونها من إيه، من السفر والسير. يبقى إيه؟ قال الطيب البيهقي في الدلائل: قلت وهذا بخلاف ما روينا عن أبي هريرة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطأ الأرض بجميع قدمه ليس له أخمص. يبقى نجمع بين الروايتين إزاي؟ قال القارئ في جمع الوسائل: في الجمع بين الروايتين ما نقله صاحب النهاية عن ابن الأعرابي أن خمصه في غاية الاعتدال، يبقى ما كانش فيه خمصة شديدة ولا هو ملتصق بالأرض زي اللي عنده فلات فوت، أن خمصه صلى الله عليه وسلم في غاية الاعتدال. فمن أثبت الخمص أراد أن في قدميه خمصا يسيرا، ومن نفاه نفى شدته. قال ميرك: هذا غاية ما يمكن، وجه الجمع بين الخبرين. نعم، مسيح القدمين، مسيح القدمين يعني أملس القدمين، ناعم القدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا، يعني إذا رفع قدمه عن الأرض رفعها بقوة وبشدة. يخطو تكفؤا، يعني يمشي النبي صلى الله عليه وسلم تكفؤا، وفي رواية تكفيا في الشمائل، أي مائلا إلى سنن المشي، إلى سنن المشي لا إلى طرفيه. ويمشي هونا، يمشي هونا يعني مشي معتدل برفق ولين وتوسط. ذريع المشي، المشية يعني سريع المشي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو سرعة النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه بالنسبة إلى غيره، أما بالنسبة له في اعتدال في المشي. يعني اللي يراه ما, 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 ما يأتي في خاطري أن هذا يعني مندفع، بل هو معتدل في مشيته، ولكن إذا مشى إنسان بجانبه أسرع، فكان مشيه صلى الله عليه وسلم سريع بالنسبة إلى غيره. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني من منحدر، وإذا التفت التفت جميعا، لا يلتفت برأسه كما يفعل المتكبرين، وإنما يلتفت يستدير جميعا صلى الله عليه وسلم. خافض الطرف يعني غاض البصر، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، يديم ويكثر النظر إلى الأرض، وهذا دليل على التفكر، وينظر إلى السماء أقل من نظره إلى الأرض. جل نظره الملاحظة، يعني شديد الملاحظة، إذا ينظر إلى شيء على طول يعرف ويخزن هذا الشيء. يسوق أصحابه، يعني يكون في مؤخرة أصحابه، ما لا يمشي أمامهم كما يفعل الملوك، ولكن يمشي خلفهم. ويبدأ من لقيه بالسلام، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قلت صف لي منطقه، المنطق يعني إيه؟ كيفية نطقه وسكوته، الفكر يعني الهيئة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، أي لا ينفك حزنه عن حزن يعقبه، لعلمه صلى الله عليه وسلم بأنه سبحانه وتعالى لا يحب الفرحين، يعني لا يفرح بالدنيا، ولكن دائم الأحزان في سبحان الله. هذه الحالة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذ هو حالة خوف على قدر المعرفة، لأنه أعرف الناس بالله، فأما إني لأشدكم لله تعالى خشية، أما إني لأتقاكم لله تعالى وأخشاكم له. دائم الفكرة، وكيف لا يدوم فكره صلى الله عليه وسلم وقد جعل متكفلا بأمور خلائق لا يحصيها إلا الخالق. الفكر عبارة عن تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني. تقول له فكر في الأمر، أي انظر فيه وتروى، يبقى ده معنى الفكر. دائم الفكرة ليست له راحة، يعني لا يستريح النبي صلى الله عليه وسلم
الظاهر أن المراد بعدم الراحة في الأمور الدنيوية، أي لا يستريح للذات الدنيا كأهلها، لا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يسكت كثيرا. بعض الصحابة بيقول يعني صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا فما وجدت أحدا أطول منه صمتا صلى الله عليه وسلم، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، يعني يتكلم بجميع فمه، وليس كفعل المتكبرين. بعض المتكبرين يتكلم كده وهو فمه مغلق، فانت بقاش فاهم هو بيقول ايه، بيكلمك يعني زي يقول لك ايه من طرف شفايفه او من طرف لسانه، يعني بيطلع الكلمه بالعافيه. لا، النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا تكلم بايه، بجميع فمه، يفتتح الكلام واختتمه باشداقه، يعني جوانب الفم. نعم، يتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل. فكلام النبي عليه الصلاه والسلام كان كلمات قليله فيها معاني كثيره. كلامه فصل، يعني قاطع، يعطي يصيب المعنى، لا يعطي كلام يفهم السامع منه شيء غير الايه، غير المقصود. كلامه صلى الله عليه وسلم فصل، يعني فاصل بين الحق والباطل، لا فضول ولا تقصير، يعني لا فيه زيادة عن المراد ولا يخل بالمقصود. دمث، يعني حسن الخلق، بشوش النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وأصله من الدمث وهو الأرض السهلة الرخوة، يقول لك الأرض دمثة يعني سهلة ورخوة، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا ولا يمدحه ولا يقوم لغضبه صلى الله عليه وسلم إذا تعرض للحق شيء حتى ينتصر له. ونختتم بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم المرة المقبلة، لأن بقي منها شيء كثير. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.